احنا بصدد يعني في اطار يعني بصدد تنظيم النسخة السابعة للمعرض الدولي لتقنيات وتكنولوجيا الماء والصرف الصحي، اللي هو يعني كان وقفوا فيه كل سنة على المستجدات في هذا الميدان، لأن هذا الميدان كيعرف يعني تغييرات وتحولات يعني سريعة. والمغرب كما كتعرفوا يعني مقبل على تنمية هاد التقنيات وهاد التكنولوجيات لتحلية مياه البحر في الطاقات المتجددة، يعني إعادة استعمال المياه العادمة بعد معالجتها، التجميع وتثمين يعني مياه الأمطار. ويعني هذا الشيء كيتطلب يعني واحد التتبع مستمر يعني للتطورات اللي كيعرفوا هذا الميدان على الصعيد العالمي. إذن هذا يعني المحاضرة الدولية كتعرف يعني حضور يعني من أجانب من دول إفريقيا وكذلك من أوروبا من فرنسا، التبادل الآراء ويعني والخبرات، وكذلك يعني الوقوف على المستجدات في هذا الميدان وكيفاش يمكننا بطبيعة الحال نواكبوا يعني الاتجاه المغربي للتنميات القدرات على الصعيد المحلي، لأن على الصعيد المحلي ما يمكنش دير تقنيات إلا ما طورتيش القدرات على الصعيد المحلي. إذن هذا علاش اختارينا العنوان ديال الندوة بطبيعة الحال الماء والمجالات الترابية والاستدامة. كذلك في إطار هذا اللقاء هذا غادي ننظموا لقاء بين يعني أو حوار بين الأجيال، غيكونوا فيه يعني أجيال عندهم خبرة وتجربة واسعة بطبيعة الحال، وبحضور أجيال يعني قادمة، وهذه الأجيال الأولى عندها الخبرة، والأجيال يعني الماجية عندها يعني قدرة على بطبيعة الحال ضبط التجديد وعلى ضبط كذلك التقنيات المعقدة والتكنولوجيات المتعلقة بهذا الميدان، اللي هو هاد التقنيات كتكون فيه حيوية وضرورية بطبيعة الحال لتنمية الموارد المائية والماء بصفة عامة من أجل تحقيق هاد التنمية المستدامة. بالخصوص احنا في المغرب عندنا موارد مائية يعني متواضعة، ولا بد ما خصنا نحافظوا عليها، وما بد ما خصنا يعني نحسنوا الاستعمال ديالها. وبطبيعة الحال في التصرفات ديالنا باقي خصنا بزاف ديال الحوايج اللي خصنا نصلحوهم، لان يعني في استعمالات المائيه في المنازل في الضيعات الفلاحيه، فبطبيعة الحال يعني كيكون فيها واحد الهضره كبير للاسف. ونتمنى ان هذا اللقاء يكون يعني يحقق هذا المكاسب وهذا المبتغى بطبيعة الحال. وشكرا.